السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم مشاهدينا الكرام وما كنتم بتابعونا. نتمنى من رب العباد أن يديم عليكم الصحة والعافية، مساء الخير ومساء الأرواح التي تتوق إلى استشعار الهدوء الرباني بنسماته الروحانية، مساء القلوب التي تشتاق للعبادة التي هبت نسماتها بعشرة ذي الحجة فتحيي في أرواحنا معاني عشناها في رمضان وتعطشت لها في هذه الأيام. آن الأوان أن نرتوي من معينها ونجدد النية ونقول اللهم تقبلها عبادة. أهلا ومرحبا بكم. ومثوى النبي الكريم الأبر، يغالبني فيك حر الجوى ويغمر دمعي عناق البصر. يا دار هجرتي خير البشر، يا عز الفراق علي وقد أشار الرفاق بحتم السفر. لديك نهل تراحيق المنى وطرفي بنجواك طاب وقار. يا دار هجرتي خير البشر، يا دار هجرتي خير البشر، ومثوى النبي الكريم الأبر، يغالبني فيك حر الجوى ويغمر دمعي عناق البصر. يا عز الفراق علي وقد أشار دار هجرتي خير البشر. مشاهدينا الكرام حياكم الله، نحييكم في برنامج بيتكم عامر، ونسعد دوما ان نلتقيكم ويتجدد لقائنا بكم ونحن نعيش اجواء روحانيه، اجواء يعني انعم الله بها علينا في هذه الايام. نعيش معكم وعشنا معكم اجواء رمضان، ونعيش معكم اليوم الاجواء التي نستقبل فيها ان شاء الله العشره من ذي الحجه. تقبل الله طاعاتكم ان شاء الله، وربنا يتقبل الاعمال والعبادات وصالح الاعمال هذه الأيام وهذه النسمات التي سوف نستنشقها ونستنشق عبيرها وجمالها بروحانياتها. الآن ستكون معنا إن شاء الله يمكن غدا الخميس أو يوم الجمعة تبدأ الأيام الأولى من ذي الحجة، فنسأل الله عز وجل ربنا يتقبل. وهنيئا لكل من زار المكة، وهنيئا لكل من زار الكعبة، ولمن زار المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا منهم كل الأعمال، وتقبل أعمالنا ونحن هنا وإن لم نقوم بفريضة الحج، لكن نسأل الله رب العالمين أن تقبل أعمالنا، وذلك مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي تروي وتتحدث عن فضل هذه الأيام، وهي أحب الأعمال إلى الله هذه الأيام، وقد تكون فضلها أكثر من الجهاد في سبيل الله. فيعني إن شاء الله يمكن نوصي أنفسنا أولا ونوصيكم بالإكثار واغتنام هذه الأيام الفضيلة والمباركة، وإن شاء الله رح يكون أكيد يعني في برنامجنا غدا أو الأيام الأخرى الحديث أكثر عن فضل هذه الأيام، ونعيش معكم أجواء العبادة في هذه الأيام المباركة حتى نستقبل عيد الأضحى، وإن شاء الله رب العالمين يعني ينعم علينا بأيام خير وطاعة في هذه الأوقات إن شاء الله. مشاهدينا اليوم إحنا موضوعنا في عامر بوجودكم رح يكون موضوع مهم جدا، موضوع يمكن معناه غير متداول لكنه نعيشه في حياتنا وفي بيوتنا ومع أبنائنا، موضوع الصحة النفسية للأبناء. هذا المفهوم، ماذا تعني الصحة النفسية للأبناء وكيف يمكن أن نحقق هذه الصحة النفسية؟ الكثير قد يعتقد أنه الصحة النفسية لها علاقة فقط أو مقتصرة كمفهوم على أنه الإنسان ما يكون عنده خلل ذهني، ما يكون عنده مشاكل نفسية أو عنده اكتئاب، لكن لا، المفهوم أوسع من ذلك. رح ناخذ أكثر عن بعض مفهوم أكثر نوضحه مع وجود الدكتور قيمر القيمري، وهو مستشار في شؤون التربية والأسرة، رح يكون ضيفنا اليوم حتى يحدثنا أكثر عن هذا المفهوم وكيف يمكن أن يشمل العديد من الجوانب الحياتية والاجتماعية والسلوكية لهذا الطفل لهذا الابن. وبركز أكثر شيء يمكن على الموضوع رح تتفاجئ أكثر أنه طبيعة العلاقة بين إحنا كأمهات وآباء وبين أبنائنا
كلما كانت العلاقة واضحة وعلاقة متينة وعلاقة تسير على نهج صحيح أكيد راح يكون هذا ينعكس على صحة النفسية على الأبناء. ما راح أحكي أكثر عن الموضوع، أنا هخلي كل محاور هي على الدكتور حتى يوضح لنا طبيعة هذه الصحة النفسية، كيف يمكن أن نحصل عليها وأن يكون أبنائنا صحيحي النفس، ما عندهمش أي مشاكل نفسية. أيضا راح نتطرق لمؤشرات أنه هذا أبنائنا عندهم صحة نفسية أو ما عندهم. المحاور عديدة، بتمنى بوجود الدكتور إن شاء الله أنه يجيب على جميع التساؤلات، وإذا عندكم أنتم كمان أي تساؤل على هذا الموضوع برضو إحنا بنرحب باتصالاتكم بهذه الفقرة. كمان رح يكون في عنا فقرة على ذوقكم، ورح تكون اليوم فقرتنا هي فقرة مباشرة مع الأخصائية التغذية، وهي طبعا زميلتنا المتواجدة دوما معنا آمنة إبراهيم، حتى تحكي لنا عن الأكلات في فصل الخريف. احنا الان دخلنا فصل الخريف ودخلنا اجواء الامراض، يعني الله يبعد عنا جميع الامراض، ونشوف كيف ممكن احنا يعني نتخطى ونتجاوز هاي الامور بالاكلات الصحيه اللي بتساعد على تخفيف الامراض، اللي ممكن تكون لها دور كبير في زياده عندنا المناعه في جسمنا. برضه راح نتحدث معها، ونتمنى برضه كمان اللي بيحب عنده اي استفسار عن هذا الموضوع يتواصل معنا في ارقام الهواتف اللي هتعرض على الشاشه ان شاء الله. فاهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا، بعد الفاصل مباشره راح نكون معكم باخترنا لكم، وان شاء الله تنال اعجابكم هالفقره كمان. تابعونا، حياكم الله. هيا دار هجرتي خير البشر، فالقى بها الانثى والمغتنى، وتزرف لروحي يا ابهى الصور. ايا سيد الخلق ها قد اتى، محب ينوء بما قد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في اول فقراتنا لليوم، واخترنا لكم ورح نبدا اخبارنا باخبار الجامعات وجامعاتنا الاردنيه وطلابنا بخبرنا في البوصله حول تجمع طلابي في الاردنيه لالغاء رفع الرسوم، وهذا جاء بناء على قرار قوى طلابيه في الجامعه تشكيل تجمع طلابي حول رفض الرسوم والجامعيه التي قامت الجامعه الاردنيه وادارتها برفع الرسوم على الابناء، وهم كما يصفوا يقولوا بناء على أنه هم كانوا مشغولين في امتحاناتهم اللي كانت شهرية وتم رفع الرسوم. طبعا هذا الخبر جاء من خلال ما يتعلق في أنه يضم التجمع الأطلق عليه اسم التجمع الطلابي لإلغاء قرار رفع الرسوم عدة تيارات وقوى طلابية كانت مشاركة، وأبرزها كتلة الاتجاه الإسلامي وكتلة التجديد العربية وغيرها من الكتل. وقال التجمع بناء على بيان قام بإصداره أن القوى الطلابية في الجامعة الأردنية ترفض حصر التعليم بيد فئة معينة وخصخصة المؤسسات التعليمية، مؤكدة على أنه ضرورة رفع السياسات الداعية لرفع الرسوم الجامعية. طبعا جاء البيان، وكما جاء قالوا أن إدارة الجامعة اختارت فترة انشغال الطلبة بالامتحانات النهائية لتمرير قرار رفع الرسوم، مشيرا إلى اختيار ذلك التوقيت في الذي طبعا يجعل تمرير القرار أكثر سهولة. وقالوا أنه الوقت الذي يشهد فيه الوطن ترديا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تنعكس آثاره على كافة الفئات الشعبية، خرجت إدارة الجامعة بهذا القرار المجحف الذي يستهدف حق المواطن
بالتعليم الجامعي. طبعا هذا جاء اكيد يعني هم بيحكوا انه كانت الرسوم تراوحت صارت بنسبه زياده من 30% الى 100% للبرنامج الموازي و100% الى 180% للدراسات العليا. فهذا القرار كما جاء طبعا قاموا الشباب يعني اللي في الجامعه بناء على هذا هاي الكتل الجامعيه واللي كانت المجمعات الطلابيه قاموا برفع هذا القرار وقاموا بعمل مثل هذه الفعاليه. طبعا اكيد يعني بنحكي اكيد يعني طلابنا يعني الاصل ان يكون هم في راحه نفسيه من خلال التعامل بالمسيره التعليميه وهذا حقهم بالنهايه. وكما نعلم انه اكيد يعني الوضع الاقتصادي يعني قد يكون هو اكبر عائق امام الطلاب وامام ذويهم انهم يقوموا بالحاقهم بالجامعات ودفع الرسوم الجامعيه. وان شاء الله احنا نتوقع الايام الجايه ممكن نعمل احنا حلقات على هذا الموضوع، ممكن نتحدث عن معاناه الاهل، كيف يمكن انهم اللي عنده واحد او اثنين في الجامعه كيف ممكن انه يلحق عليهم ويدفع رسوم الجامعيه. هون بنحكي احنا عن جامعات حكوميه وليست خاصة. فالله يعين الأهل فعلا والله يعين الطلاب وهذا حقهم أن يقوموا بمثل هذه التجمعات. وإن شاء الله يعني تكون لها صدى في تغيير رفع هذا القرار في رفع الرسوم. من طلاب جامعاتنا إلى أيضا خبر آخر ما يتعلق في الشأن الفلسطيني، وكلنا نعلم الأحداث اللي تمت أمس في استشهاد الشهيدين اللي هم عامر أبو عيشة ومروان القواسمة رحمهم الله، وكيف كانت هنالك يعني المشاعر التي كانت فعلا مشاعر ألم حول ما كيف تم وجود جثثهم، منهم من أحرق ومنهم من تهشم دماغه. فكان الله في عون أهلهم أكيد. يعني كان هنالك يعني اللي بلفت انتباهنا أكثر شيء مشاهدينا يعني قضية تعاطي الأم والأمهات أمهاتهم بمثل هذه ردود فعلهم حول الشهادة. فكانت يعني مثل مروان القواسمي أمه تقول يعني رحم الله ونسأل الله رب العالمين يتقبله وإن شاء الله ابنته يعني يلتقي بها بالجنة وسنربيها على المقاومة. أيضا برد فعل آخر يعني لبرضه أم لعامر أبو عيشة أيضا كانت يعني بقوتها وكانت يعني تتحدث بقوة تحمل مع نعشه وكانت يعني فعلا أم مثال الأم الصابرة والصامدة. فهذا هم سبحان الله دوما يعني أمهات الشهداء يعني بيعلمونا دروس وبيعطونا يعني نماذج بالصبر والقوة والصمود رغم يعني أنه بيخفوا ألمهم في قلوبهم والتي تعتصر ألما على فراق أحبتهم ويعني يحبسوا دموعهم، لكن هذا الحبس أكيد وهذه الدموع تولد عندهم قوة، تولد عندهم صمود، تولد عندهم إصرار على المقاومة. أنه نشاهد الآن فيديو مشاهدينا حول كيف اللي كانت الأم للابنة الصغيرة التي لم يشهدها ولم يراها أبوها مروان القواسمة، كيف كانت أيضا مشاركة هذه الطفلة اللي كانت أيام عمرها مشاركة في جنازة والدها. فلنشاهد هذا الفيديو. هي بنت الشهيد القسامي رايا مروان القواسمة التي تودع والدها الذي لم يراها، وكأنه يعني يريد أن يعلمها منذ هي طفلة وهي رضيعة كيف يمكن أن تتعود على معاني الصبر والصمود وتتربى عليها وهي صغيرة لن تكبر عليها. نسأل الله رب العالمين أن تكون يعني من البنات الصالحات المرابطات الذي بيحملوا هدف لهذه الأمة. من هذا الخبر إلى أيضا خبر آخر بيخبرني ما يتعلق بتركيا وموضوع قرار السماح بارتداء الحجاب لفتيات المدارس.
الثانوية. طبعا كمان نعلم قديش يعني عانت تركيا من فترات ما قبل يعني حكم أردوغان من الحالات العنصرية ومحاربة للإسلام، محاربة أكثر شيء يمكن موضوع الحجاب، المرأة المسلمة التي كانت تعاني منه سواء كان في الشوارع أو في المدارس أو الجامعات. لكن جاءت الآن هذا القرار حيث سمحت الحكومة التركية بارتداء الحجاب في المدارس الثانوية وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في إجراء أدانه طبعا التيار العلماني، والذي طبعا قال أوغلو لشبكة خاصة في هذا الموضوع أن الجميع يستطيعون العيش كما يحلو لهم. قررنا التقدم على طريق طرح أكثر طبعا الليبرالية في التعليم بشأن مش مشكلة تثير قلقا منذ فترة طويلة، وطبعا تم الإقرار على هذا القرار وتم أصبح ساريا في الموضوع وتابع من يريد ارتداء الحجاب يستطيع ارتداءه، ومن لا يريد أيضا لا يرتدي نافيا أي رغبة في تدخل في أسلوب حياة الأتراك. إذن هذا هو طبعا ما يتعلق في التسامح الديني، هذا ما يتعلق في كيف يمكن الإنسان يكون له حرية في اختيار طريقه نحو الالتزام. وهذا يمكن اللي إحنا كنا نقول عنه ودوما كانت تتغنى به فرنسا وتقول هي بلد الحريات، فرنسا التي كانت تدين المحجبات وتدين كل من تخرج بالشارع وهي ترتدي النقاب، وكانوا يفرضوا عليها غرامة وغيرها من الأمور التي كانت مجحفة فعلا بحق الجالية المسلمة هناك سواء كانوا من عرب أو غيرهم. فهذه المفارقات، البلاد التي تتغنى بالحرية وبلاد الحرية لا تطبق أي شيء من شعاراتها، إنما أيضا تركيا جاءت وأثبتت لنا فعلا بأرض الواقع بحكومتها وبمسؤوليها إن هي على قد هذا الكلام، وفعلا يعني الحرية فعلا كانت واضحة حتى من خلال الالتزام بالحجاب. فتحية لهم وتحية لكل من يطبق تعاليم الإسلام تعاليمه السمحة بكل حب وبكل أريحية حتى يحقق التعايش الإسلامي والسلمي بين الناس. من خبرنا من تركيا نذهب إلى خبر آخر، هذا الخبر بتعلق عندهم في الأردن حول فيديو جميل صراحة يعني ومعبر. هذا الفيديو الكرتوني اللي بيحكي عن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح. نشاهد هذا الفيديو كيف أنه ممكن يعني اللي قامت بنشره المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام، ومنحييهم فعلا على جهودهم حتى يوعوا الناس عن طبيعة خطورة مثل ممارسة هذه الظاهرة في إطلاق العيارات النارية. خلينا نشاهد هذا الفيديو. ابنهم نجح. الله يفرحهم. اي يا ابو سلامه يا ابو سلامه يا ويلي، راح الزلمه الحقونا يا جيران. شوفي يا ام احمد عن جيراننا. شكله ابو سلامه مات. لا 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 لا، الله يصبرهم، لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمهم. يا ويلي راح الزلمه الحقونا يا جيران. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يرحمك يا ابو سلامه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حقيقة يمكن مشاهدينا هذا ما يحدث واقعا، أنه ممكن أن يشارك الإنسان في جنازة جاره أو قريبه أو حتى أخوه أو حتى من أبنائه وهو لا يدري عندما يقوم بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي بلا داعي. فيمكن هاي برضو رسالة جميلة أن تصل إلى يمكن مجتمعاتنا وإلى المجتمع الأردني بالذات اللي بيحب دوما يعبر عن فرحه بهذه الطريقة اللي قد تكون للأسف مؤذية بالنهاية وتحول الفرح إلى ترح لا سمح الله. من الأخبار الأخرى اللي إحنا حابين نعرضها لكم عن الأطعمة، هذا خبر في مدينة نيوز عن أطعمة تكون في ثلاجتنا وهي أطعمة خطيرة ونحن لا ندري. فمن ضمن هذه التصنيفات جاء الخبر بتحدث عن بعض الأطعمة اللي ربما تكون من أفضلها عند بعض الأشخاص لكنها يعني قد تؤثر على جسمه تأثير سلبي. طبعا من ضمنها المشروبات الحلوة، العصائر الطازجة والتي تعتبر من أخطر ما يمكن أن يتناوله الإنسان على معدته الفارغة، حتى لأنها بتؤدي لتسبب خلل في عمل البنكرياس الذي يصيب أو يصبح غير قادر على تحديد الحاجة من الأنسولين. أيضا الثوم يسبب ألم وتشنجات في المعدة الفارغة إذا دخل بشكل قوي في فطور مثل الفول، يعني الفول اللي بيكون أكيد يعني اللي بيكون موجود فيه الثوم وغيره، فبيؤدي أيضا لتشنجات في المعدة. الخيار والملفوف والفلفل الحلو تسبب تهيجا ايضا في غشاء المعده. طبعا اكيد يعني هو عم بيحكي الخبر عن الاكلات اللي يمكن الواحد يتناولها مباشره لما تكون معدته فاضيه، فهي الاصل انه يمكن يتناول شيء قبلها حتى لا تؤدي لا سمح الله الى امراض والى اسباب يعني خطيره.
خبر الآخر برضو كمان مشاهدينا عن قصة نجاح وكيف من المعاناة يخرج الإبداع، عن شخص ومواطن في فلسطين بيت لحم بالتحديد، هو كفيف لكن هو كفيف لكنه يخلد مهنة التطريز والمطرزات. خلينا نشاهد قصة هذا الكفيف من خلال هذا الفيديو. رسومات مختلفة وكلمات ومقولات حفظت منذ القدم، طرزت على أقمشة مختلفة تعرض بصورة مميزة، لكن الغريب فيها هو من يقوم بتطريزها، شاب يدعى بسام المواطي من مدينة بيت لحم ويعاني من فقدان نعمة البصر بنسبة كبيرة جدا. كانت بدايتي مع التطريز في المجال هذا من 97 في المدرسة العالية، كنت طالب وكنت أتعلم من خلال المدرسة العالية من خلال الحصص العادية، يعني الدوام كنت أتعلم التطريز هذا حصص الفن، طورت مهاراتي يعني بالسنوات القليلة اللي فاتت، يعني كنت أشتغل يعني، وكان أي معرض يصير في بيت لحم أو أي يعني واحد بده أي برواز أشتغل له. بسام الذي يعيل أسرة مكونة من 3 أشخاص يقضي يومه كاملا في تطريز أعماله وعرضها أمام الجميع في محاولة لتوفير ما يلزمه من مصاريف وتسويق هذه المنتوجات والإبقاء على إرث التطريز اليدوي، لكن صعوبة التسويق كما يقول تقف عائقا أمامه في الوصول إلى طموحاته وتطويرها. واجهت صعوبات وما زلت بواجه اللي هو عدم تسويق الشغل هذا، هذه أكبر صعوبة يعني. طب شو المطلوب؟ المطلوب يعني إنه يكون في اهتمام في الشغل هذا، يكون في مجال لتسويقه بشكل كويس، ما يكونش في استهتار ولا يعني عدم ترك اهتمام له، يكون في له اهتمام أكبر زيه زي اهتمام في التطريز الفلاحي. يجلس على كرسيه يمسك بيده الأولى قطعة القماش وفي الثانية الإبرة، يلتقط طابة الحرير، يبدأ بالعمل، يختار الألوان ولا يجد صعوبة في تنفيذ ما يفكر فيه رغم فقدانه لنعمة البصر. هي علامات تميز بسام وتدفعه للتغلب على فقدان بصره وتحقيق ما يطمح إليه. لتلفزيون القدس، محمد العدم، بيت لحم. شكر زميل بسام المعطي من القدس على هذا التقرير. وفعلا دوما يعني مشاهدين الكرام، أصحاب الإعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم تحديات خاصة دوما يعلموننا دروس وعبر من خلال إصرارهم على الحياة وحق الحياة. فيعني تحية لكل من فعلا يعني من هؤلاء اللي بيصر أن يكون له يعني بصمة في حياته وأن يتجاوز العقبات الكثيرة. ربما يمكن أصحاء كثير في حياتنا وما عندهم أي مشاكل لا صحية ولا جسدية، ولكن مع ذلك ما بيمتلكوا يمكن نصف الإرادة اللي عند هؤلاء. فإحنا بنحييهم ونتمنى فعلا كل إنسان يكون حتى صحيح الجسم أن يعني يكون عنده حافز وإرادة أن يغير في حياته الكثير حتى إن شاء الله يكون له أثر في مجتمعه. خبرنا الأخير مشاهدينا حول يمكن إحنا زي ما حكينا عن حالة الطقس، وإحنا بنشوف الآن الأجواء المتقلبة وفيها شوية التقلبات الطقس بتؤدي للأمراض، فحابين نعرف بتعرفوا أكثر عن أجواء الطقس والحالة الجوية. اليوم درجة الحرارة بتكون مرتفعة بتصبح يعني مساوية لمعدلاتها في مثل هذا العام، وأيضا يكون طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق وحار ونسبي في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر هادئ. طبعا في ساعات الليل يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في أحيانا في الجبال. وبالنسبة لحالات حالة الجو غدا إن شاء الله راح تكون يعني تقريبا حول معدلاتها في هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفي ومعتدل في الجبال مائل للحرارة في بقية المناطق وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية وفي خليج العقبة، تكون شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر هادئ. طبعا احنا حبينا بس نعطيكم هيك لمحة سريعة عن أجواء الطقس خلال اليوم وبكرة حتى تكونوا بالصورة وحتى تكونوا تاخذوا احتياطاتكم إذا كان في أجواء باردة أو لا. نتمنى إن شاء الله إنه يدخل علينا شهر الخريف ويجي شهر الشتاء ونكون بعيدين يعني إن شاء الله عن الأمراض، ويعافينا رب العالمين ويعطينا الصحة ويقوينا على أداء العبادة في الأيام
الفاضلة القادمة بإذن الله. مشاهدينا احنا بهيك انهينا جولتنا في اخترنا لكم، ونتمنى تكون نالت اعجابكم وراقت لكم. نتمنى ايضا ان شاء الله تتابعونا بعد الفاصل بباقي فقراتنا ومع دكتورنا الدكتور قيمر القيمري اللي راح يكون هو طبعا دكتور في مستشار في شؤون الابناء والاسره والتربيه، حتى يكون معنا ويحدثنا عن مفهوم الصحه النفسيه واثرها هذه الصحه النفسيه على ابنائنا وعلى سلوكياتهم وشخصياتهم. حياكم الله واهلا وسهلا بكم. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. مدارس أكاديمية الرواد الدولية. رسالتنا تقديم خدمة تربوية وتعليم متميز، أحدث الوسائل التقنية والأنشطة الفعالة في بيئة آمنة، إعداد جيل مؤمن ومبدع ومفكر نافع لنفسه ووطنه، 10 سنوات من العطاء والتميز. مدارس أكاديمية الرواد الدولية، رواد التغيير. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أتقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان، شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06 420 39 51. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. مدارس الحصاد التربوي، توسعة ومبان جديدة، الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية، الأولى في تحفيظ القرآن الكريم، الأولى على الوطن العربي في مسابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتكس، تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE، شارع المطار خلف جامعة البتراء، هاتف 4358.
أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في فقرة عامر بوجودكم. يمكن كلنا نجتمع ولا نختلف أبدا على مدى العلاقة الفطرية لرب العالمين أودعها في نفوس الأباء والأمهات والأباء تحديدا، وحبهم وميلهم الغريزي إلى أبنائهم والاهتمام بهم. لكن ربما قد يعني يكون التعبير عن هذا الحب هنا يخلق إشكالية بين الأباء والأبناء، قد يخلق نوع من أنواع الأجواء المشحونة بالسلبية. ربما عديدة يمكن هي الأجواء التي قد تعتري أو تنعكس على سلوكيات هذا الطفل وعلى نفسيته. لذلك إحنا اليوم بفقرتنا نرحب بالدكتور قيمر القيمري، مسؤول طبعا أو مستشار في شؤون التربية والأسرة، حتى يحدثنا عن مفهوم الصحة النفسية وأثرها على الأبناء، وكيف يمكن أو مؤشرات وجود الصحة النفسية لأبنائنا وعدم وجودها. محاور عديدة راح نناقشها وجود ضيفنا الدكتور. مرحب فيك دكتور قيمر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، وشكرا جزيلا لك أستاذتنا الفاضلة، وشكرا جزيلا لكافة العاملين في هذه القناة الرائدة. الله يحييك يا رب. احنا كما قلنا يمكن موضوع الصحة النفسية قد يختلف على بعض الناس، يمكن على المشاهدين بعضهم يمكن ما بيعرف شو معنى الصحة النفسية، وقد يقول انه الصحة النفسية لها علاقة فقط بالجانب النفسي، يعني ما لهاش دخل انه او اكتئاب او غيره. فاحنا حابين نعرف اكثر ما هو مفهوم الصحة النفسية. الناس اللي بتعرفوا استاذ الفضاء انه في صحة جسمية، أيوة، اللي جهة الجسم، ما بيعرفوا انه في شيء اهم من الصحة الجسمية هو الصحة النفسية. نعم. خليني بداية من شان المشاهدين يعرفوا هذا المفهوم. نعم. الصحة النفسية عند الأبناء بشكل عام أن لا يشعر الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا بعدم بالارتياح. نعم. أو بالسعادة أو بالرضا أو بالإنتاجية الجيدة والراحة الانفعالية والاجتماعية في داخل البيت اللي بيعيشوا فيه الأسرة، وفي داخل المجتمع اللي عم بتعاملوا معاه بشكل أو بآخر. جميل. وبمعنى آخر أنه من يعاني من مشكلة الصحة النفسية هو يعاني من مجموعة من المشكلات. نعم. الانفعالية والاجتماعية اللي احنا بنقدر نستدل عليها من خلال عدد لا بأس به من المؤشرات أو الظواهر النفسية وليست الجسمية. نعم. مع أنه في علاقة بطبيعة الحال بين الجانب الصحة الجسمية والصحة النفسية، يعني الآن حالة جسمية معينة بتظهر بعدم الارتياح والرضا. نعم. عند هذا الفرد، والعكس سليم، يعني يكون في عندي حالة انفعالية معينة بدها تأثر على. فعدم شعور الأبناء بالسعادة والرضا والارتياح والحالة النفسية والاجتماعية المريحة في داخل المؤسسة الاجتماعية الأسرة في داخل المجتمع اللي عايش فيه، بيجي على بنقول هذا عنده مشكلة في الصحة النفسية. وعكس ذلك إذا لم يعاني من هذه المظاهر فإنه صحيح الجسمي وصحيح الحالة الانفعالية. جميل. الموضوع إذن شامل، أشمل أكثر موضوع إنه والله علاقته بصحته تكون جيدة، وأشمل موضوع إنه ابني مثلا يعني منعزل أو غيره. تمام. جوانب متعددة، إنه صحيح. يكون متعاطي مع المجتمع، متكيف مع المجتمع، راضي. تمام. عن نفسه، راضي عن أدائه، عن أهله، عن علاقته بهم. هذا الموضوع صحيح. شامل، أنا بتوقع. صحيح. خطير يعني. ولذلك خليني عشان أخذ أنا من هذا، هي المظاهر اللي بدها تظهر عليه، بدي أفترض إنه مؤشرات. بالضبط. مؤشرات. نعم. بدي أفترض إنه هذا الولد بده كان في مدرسة. أه. كان في ما قبل المدرسة ولا في المرحلة المتوسطة. نعم. ولا كان في مرحلة الطفولة المتأخرة وفي مرحلة المراهقة بده، أو في العمل. نعم. فيما بعد بده يطلع من بيته ورايح إلى هذه الأماكن. إذا كان طلع بيطلع مبتسم، أبوه وأمه بسلم على أبوه وأمه، أنا ماما مسافر. آه. بأمان الله، الله يسهل عليك، مبتسم. نعم. وجهه ضحوك، بينزل إذا كان في باص المدرسة اللي بده يطلع مع أبوه في الباص، بيفتح الباب شوي شوي وبقعد بهناوي ومستعد ومهيص ومكيف إنه رايح على المدرسة. إذا كان في الطريق في سيارات زحمة، إذا كان في أزمة، إذا كان في ما بحاول يسير نفسه ولا بيصير أبوه ولا بيصير السائق. نعم. يتعامل عنه بوجه الباش، لما يروح متهيئ إنه يروح يلاقي المعلم، يلاقي المعلمة، يقعد في الطابور، يوقف الطابور الصباحي بعزم وإمكانية. أه. وإنتاجية وقوة، ولما يجد المديرة ويجد المعلمين ويجد المعلمات بيأدي لهم التحية وبينبسط وهو إلى آخره. بعدين حتى يعني حملته للشنطة بيكون حملة طالب رايح يشتغل، رايح ينتج. نعم. كتبه محضرها، فايت على الصف وعنده أوراق العمل وعنده المجهود اللي بده يسويه.
حاسس انه بده يقدر ينتج، حاسس انه زملائه زميلاته في داخل المدرسة أول ما بفوت بطرح عليهم السلام، بيأدي التحية عليهم، بتعامل معهم اجتماعيا، بتقابل معهم. إذا لقي واحد حتى متضايق بحاول قدر إمكان يعرف إنه زميله أو زميلته ليش متضايق، وإذا كان في حالة نفسية معينة، إذا فات على الصف ولقي زميله أو زميلته غايب أو غايبة، بحاول يستفسر عن السبب ليش هذه الأشياء. حتى إذا كان في ضرورة للزيارة حد المهم بفوت على الصف، إذا كان في حاجة للنظر النظافة بيساعد في عملية النظافة، إذا كان في عملية مسح الصبور ونظافتها بتفوت لمعلمة بقوم بقدم التحية بحسن، فهو منتج فعال متعاون وكل المظاهر هاي، فهو أستاذتنا الفاضلة ضمن محاور أساسية صارت المؤشرات الثلاثة. مرتاح مبسوط يشعر بالرضا في داخل الأسرة التي يعيش بها والأب والأم والإخوة والأخوات. فهو المحور واحد هنا صحيح. المحور الثاني الآن مبسوط مرتاح منتج جميعا في المدرسة البيئة الصغيرة اللي بنتمر فيها. إذا نزل على البيئة الأوسع الصداقة الأصدقاء الدكان السائق الشيء يتعامل معهم بأريحية ونفسية مزاي. هالمؤشرات اللي بتظهر هي العوامل التي تؤثر على الطفل من مراحل ما قبل المدرسة لحتى العمل. هالمؤشرات إذا شعر بكل هذه الأمور بنقول هذا طفل، هذا ابن عنده صحة انفعالية، صحة نفسية رائعة. والعكس أستاذتنا الفاضلة أكس هذه المظاهر. شوف قال لو أنا الآن الكاميرا بتيجي شوية على وجهي ما بده يروح على المدرسة، يدعي إنه مريض، في إشي منفر في المدرسة أو إشي في البيت منفر اللي إحنا بنتحدث عنه بعد شوية، ما هي الأشياء المريضة، في مشكلة معينة، بيطلع على الباص بكسل، بفوت على المدرسة بكسل، اللي إذا لقوا زملائه بجوز كمان ما يطرح التحية ولا سامي، بينعزل بيبتعد ما بتحدث معهم، ما بيشارك الآخرين، لا يشارك الآخر، إذا فات على المدرسة فات عاجز، ما عنده قدرة للإنتاج، ما عنده مزان. بنقول هذا الطفل رغم إنه بيكون عنده صحة جسمية رائعة ولا يعاني من مشكلة مرضية، لكن عنده مظاهر تدل على أن عنده حالة نفسية غير مرضية. نعم جميل. احنا مع هذا الكلام من هذه المؤشرات حابين نشوف رأي الناس. احنا قمنا بطلع بالشارع نشوف شو رأيهم بموضوع الصحة النفسية وكيف انه عندهم بعض الذكريات السيئة السابقة ام لا في موضوع الصحة النفسية. خلينا نشاهد اذا المشاهدين حول هذا الموضوع، نشوف هذا الاستطلاع ثم نعود لكم. سيدة أهلك صبح بداية اليوم كانوا متفقين على إشي زعلك أو يبسط، بأثر على طول يومك ولا لا؟ هي أثر كل ساعة وبتروح لا خلص لحظة لا طبعا بأثر علي طول اليوم بالزعل والاكتئاب يعني وابتعد عن يعني الكل. لا بحاول إن أغير هذا الإشي إني أظلني مبسوط أحسن ما أكون أنا زعلان. حسب الموضوع يعني في موضوع بضل مأثر سنين فيه مش يوم ولا يومين، وفي موضوع يعني بجوز بثاني أكون نسي أنا وخلص ما يكونش مستاهل. صح ولا لا؟ يعني لو كان خبر كتير مزعج طبعا الواحد بده ينسى، وإذا كان خبر مفرح ضل فرحان الواحد. أنا بالنسبة لي بضلني زعلان طول اليوم أو فرحان. لا بنسى من لحظتها. إذن يعني من خلال هذا الاستطلاع يمكن إحنا أخذنا يمكن فئات عمرية مختلفة دكتور كما لاحظت. يعني أغلبهم بيحكي لك أنا بكون زعلان، ممكن يظهر علي، يمكن أنسى، يمكن أطول بالنسيان. يعني المطلع على حال أبنائنا للأسف الشديد عم بتلاحظ الأغلبية والأغلبية العظمى إنهم نفسيته دائما تعبانة، مالل، زهقان، دائما عابس، مش اجتماعي مع من حوله سواء في البيت أو برا البيت. يعني هاي الأمور اللي وهاي المظاهر اللي إحنا عم نعيشها الآن، من المسؤول عنها؟ من المسؤول؟ أكثر شيء عم بيأثر على نفسية الأبناء بموجب الريبورتاج اللي شفناه اللي هي الأسرة أو البيت. أنا بدي أعطيك الآن حادثتين يعني أنا مطلع عليهم. في أحد المدارس أثناء زيارتنا بعض المدارس المديرة بتقول لي دكتور قيمر في عندي ولد في الصف الرابع أو خامس أساسي. بقول لها نعم. بتقول لي الولد شاطر
وأبوه بيعطيه مصروف 3-4 دنانير كل يوم، علما بأنه البيت مش بعيد عن المدرسة مسافة يعني أمتار. نعم. لكن أبوه على النازلة والطالع زي ما ابن هذا بخبطه بضربه. طبعا عم نشوف الآن ليش المظاهر بتظهر، صح، وبقوة وبتعطي خبرات مؤلمة. نعم. بتقول لي أمه اشتكت للمديرة أنه صار له من أسبوع، صار له أسبوع بعيد عنك بجايب كيس خضرة صغير بحط فيه شوية زبالة عبارة عن بقايا باكيتات شيبس وعصير، وبياخدهم معاه يوميا على البيت وحطهم عند شريته. أمه شافته، ليش بتاخد، ليش بتجيب الزبالة على البيت؟ قال بتطلع فيه هيك، ما بيجاوبه. أكثر من مرة اشتكت للإدارة، المديرة مرة بالذوق ومرة بشدة، ليش بتاخد الزبالة على البيت؟ قال بتطلع فيه ما بيجاوبني. قلت أنا بدي أطلب من كل المشاهدين اللي بيسمعوني يفكروا معي في هالدقيقة، ليش للولد الحزين المكتئب اللي لم الزبالة ليش بياخدها على البيت؟ اللي أنا لما قالت للمديرة ما عرفت الجواب، قلت له الله بعد إذنك إذا الولد موجود تجيبي لي إياه. فإجا قعد معه حوالي 33 دقيقة، وقف شوي ونزلت من عينه دمعة بكل صدق وأمان أستاذ سلام، لو نزلت هذه الدمعة على حجر بتحرقه. قلت له كمل عمو، ليش بتاخذ الزبالة؟ قال عمو، قلت نعم. قال أنا بستنى يوم من الأيام بابا يرجع على البيت مو معصب ولا زعلان ولا بده يضرب، بدي أحمل له هذا الكيس بإيدي اليمين وأنا محطط شوية فلوس بإيدي الشمال. قل له بابا أنا مستعد أشتغل زبال ولا تعطيني فلوس بس لا تضربني. يا الله كيف. أنا هذا الجواب اللي خطر على بالي، ما خطر على بالي، مين اللي بيخلي مثل هذا الأطفال يتراجع تحصيليا وينزل على المدرسة حزين ويخلي الدمعة تنزل؟ لأنه في الروبرتاج بيقولوا إحنا حزينين لفترة زمنية. هذه خبرات الطفولة المؤلمة إذا ما انتهت على مرحلة كبيرة هم من بنزلوا منحرفين إلى الطريق الموجودة. إذا فإن هذا سبب من الأسباب الرئيسية اللي بتأدي المسألة. هي قصة مؤثرة جدا، وتأكد يعني دكتور على أنه القضية الإشباع الحاجات الحاجة المادية ليست هي كل شيء أبدا، لابد أن يكون هنالك في إشباع من نوع آخر، وهي يكون في توازن يعني حتى إشباع مادي إشباع عاطفي شعور بالحب، الحب والعطف. ولذلك احنا دائما بنرفع شعار استاذ الفضل، ليس بالاكل والشرب يحيى الاطفال. نعم. ولا يحيى الانسان، بالحنان والعطف الموجود. اخذ موضوع ثاني ببين لك مرتاح. اخذت مرحله الان مدرك في صبيه في عمر مرحله اكبر يعني مرحله 20 عشان نشوف كمان مراحل. نعم. ابوها سافر اجى مع الام، انا بدي اسافر لامريكا. نعم. يا ابن الناس احنا بين طفلتنا صار عمرها 4 سنوات، وين تمشي على امريكا؟ خلينا نروح انا وياك. قال ابدا انا بدي اسافر على امريكا. نعم. تركهم وراح غاب الفتره الزمنيه. شوف الاكتئاب منين بده يجي لابناء الصغار والكبار. نعم. ولم يسال وما اتصل، غياب الاب يعني الاب غياب. نعم. الاب الان بعد حوالي 17-18 سنه اجى على الدكان قبال البيت، قالوا والله اللي كان في هون ساكنين ناس كذا كذا كذا. قالوا والله قالوا الاب سافر وبجوز كمان مات وبجوز كذا، لكن بسم الله ما شاء الله هي بنت صبيه صارت سنه توجيهي. نعم. قالوا والله لما تطلع خلينا نشوف. ما بعرفهاش، لما طلعت لحقها لما وصل المدرسه فات على المديره قال انا ابو فلانه. نعم. فاتوا على المرشد النفسيه بده يشوفها وقال اه. بتقول لي الطالبه، بتقول لي والله يا دكتور لما فات قال انا بابا فلان حضني وحط ايده علي على كتافي وحطيت ايده زيك ما انا حاطط ايدي على حجر، ما في مشاعر. وفي الاخر بدنا نقول بر الوالدين وموجود الام الموجود ما في مشاعر. انا اعطيتك استاذ وعندك من القصص الكثيره. نعم. على ذلك تدلنا على ان نسبه او درجه عدم وجود الصحه النفسيه في الروبوتاج للظهر. نعم. اما بسيط ومؤقت واما دائم. كل ما كان مصدر اللي بيعطي عدم الصحة النفسية كل ما كان من الأب والأم، يعني الناس العزيزين على الإنسان أقرب الناس إليه أو المدرسة كان هو السبب المباشر في عملية وجود عدم الصحة النفسية هاي،
كل ما أعطتني خبرات طفولة مؤلمة ولا تنسى. وإحنا ما بنستغرب إنه هدول اللي بنزلوا عمر 25 سنة وبنزل وسرق أبوه وسرق أمه ونزل على الشارع وقتل وموجود. صحيح. هذه نتيجة إنه أنا ما أعطيتني الحالة النفسية الموجودة، وبالعكس سبب لي حالات مرضية. الاكتئاب حالة مرضية، والانعزالية والتوحد أحد أسباب ممكن. كل هذه المظاهر للأسف الشديد تنتج عن وجود عوامل مؤثرة قوية بتخلينا ابننا وبنتنا. وكأني بدي أقول إذا إحنا بدنا نضمن صحة نفسية لأبنائنا ذكورا كانوا إناسا، بدنا نريحهم أول إشي نشبع حاجاتهم النفسية العاطفة والحنان، وفاقد الشيء لا يعطيه، وبعدين أمني الخبز والأكل والشرب. هو بقول لك أنا إنسان والآن مرتاح، ولما يكون مرتاح ومبسوط هو اللي بنشوفه أستاذنا الفاضل واقف، لما يشوف عجوز ختيار بده يقطع بيجي بقطعه الشارع. بيعطف عليه لأنه هو حاسس بشيء، عنده إشباع صحيح. لما بده يكون هو يساعد إنسان، لما بده في الأحوال اللي بتصير في هدول اللي أول ما بتبرعوا لغزة وغيره، مين هم الناس اللي من جوا مبني عندهم الحب الخير والحنان والعطاء، مين أعطاهم إياه؟ هدول صحيحين الجسم. جميل. اللي خبى المصاري من شان يشتري الحاجة النفسية هذا ما تعود النفسية. هذا انبنى على عدم صحة نفسية. نعم، ده كلامك هو جدا مهم دكتور وخطير بنفس الوقت. نعم. بيشير لمدى أهمية العلاقة الصحية بين الأباء والأمهات وبين أبنائهم. ممكن إحنا أشرنا في البداية إنه الإشكالية دوما تكمن دوما بين الأباء والأبناء، لأنه الأب هو اللي يمكن رب الأسرة، هو الأب الذي الأصل أن يعني يكون له دور رئيسي في وجوده وفي تعاطيه مع الأبناء الذكور بالتحديد. لكن للأسف إحنا شو بنشاهد إحنا في مجتمعاتنا، إنه كما قلت يمكن القصة اللي إحنا مستشف منها يعني بعبر الأب عن حبه لأبنائه بطريقة قد تكون ليست طريقة جيدة. صحيح. إنه فقط إنه حبي لابني إني أنا ألبسه كويس، يروح مدرسة ممتازة، علمه لغات، أعطيه مصروف كويس، المصروف اللي لكن يغفل الجانب الآخر اللي هو جانب الوجداني الانفعالي، الحاجة بالشعور بالسعادة والانتماء والحب والعطاء اللي هي المعاني احنا بحاجه لابنائنا لها صراحه. نعم. وهدول هم صحيحين الجسم وصحيحين الحاله الانفعاليه اللي احنا بدنا اياهم. نعم. ما بيكونوا الا اذا كان وراهم مجموعه من الناس اللي بدها تدعمهم من الجانب الانفعالي والوجداني والاجتماعي. نعم. اذا احنا حابين نوصل الان لكيف يمكن فعلا انه نبني يعني هذه الصحه النفسيه وطرق بناء فعلا يعني للمشاهدين اللي الان أبنائهم كبروا يعني ممكن يتداركوا الوضع. صحيح. واللي عندها أبناء صغار كيف يمكن فعلا أن تزرع هذه المعاني الجميلة في نفوس أبنائها بحاجة لهذا الفهم. إحنا في عندنا نظرية معروفة باسمها النمذج، يعني أنا أكون لي نموذج. نعم. عادة الأب الولد وين يكون نموذج؟ أبوه وأمه أو أستاذه معلمته. نعم. الطريق الأسلم إلى بناء الحالة الانفعالية والوجدانية والصحة النفسية أن نكون نحن الآباء والأمهات نموذجا لهؤلاء. نعم. بمعنى يعني الآن المشاهدين رايحين يتابعوا المعاني كلها من وراها، الصبح أدن الفجر وصحيوا هالولاد اللي هو في سن الصلاة. نعم. الأم بتصلي، الأب بيصلي أو يقرأ القرآن، وقام الولد وفتح عينيه وشاف هذا المشهد، وقبل ما يقول بدي أنا حليب ونسكافيه وبدي وشاف هذا المنظر. لو أبوه أمه بدون ما يقولوا له صلاة والصلاة والصلاة لوحده وجود الأنموذج. إذن عندما الطريق رسم أن نبني نحن أن نكون نموذجا سليما صحيحا. بالله أستاذتنا الفاضلة لما ينزل هذا الولد ماشي في السيارة، والله في فرق بينه وقال ماسك في السيارة حاطط ابنه العمر 54 في حضنه وبسوق السيارة وشوف مشاكلها وخطورتها قديش. نموذج سلبي سيء. شو الحالة الانفعالية؟ هذه حالة تدل على منتهى قلة الصحة النفسية. بينما بالمقابل قاعد جنبه وراي على الجامع، لما خلص الصلاة بدام يدفع الدينار لصندوق الزكاة ولا الدينار يدفعهم لصندوق الطلبة، يجي يقول له بابا تعال، ياخذ المبلغ له روح هناك حط الفلوس للصندوق، يعلم ابنه نمزجي. لما يطلع من غاد بقول له بابا هذا لشو؟ بقول له هذا بابا للطلاب اللي بيحتاجوا، هدول للناس المحتاجين، هدول لحالة اليتم. هذه الان
وين الصحة النفسية؟ دخلت الصحة النفسية في عمق قلبه، يعرف أنه هذه هي الطريق الأيسر والأسلم لبناء إنسان روحاني، الجانب الروحي بنى عليه. ولذلك الطريق الأول الفراش الأساسي هي إن بنى الجانب الروحي الموجود، صار في عندي عطف، صار في عندي شفقة، صار في عندي الأخرى، هذا البناء الأول اللي إحنا موجود. وإذا راح على مدرسة، ولذلك بنقول دائما للأهالي يا جماعة يا عالم، لما تروح على مدرسة لا تختاروا المدرسة فقط اللي شرط تدرس اللغات، وليست فقط الشرط اللي بتقول لك والله هذه رسومها كذا، وليس شرط، شوفوا المدرسة بالإضافة إلى التعليم، مش غلط حق من حق الأكاديمية، لكن بالمقابل شوفوا المدرسة من إدارة ومعلمين ومعلمات والجو الموجود. هل تبني في أثناء الحصص الصفية، تبني في أثناء الحصة الصفية، تبني في الطابور الصباحي، تبني في نشاطاتها، تبني في المدارس، هل تبني إنسان طالب متعلم في مراحل مختلفة، تبني إنسان وتبني إنسانية الإنسان في هذا الإنسان، ولا مجرد نشاطات ما هب وداب وألعاب ما هب وداب، وبالتالي هذا بيطلع منها مخرجاتها كلها عبارة عن إنسان موجود. فصار عندي البناء الأول، طريق البناء أن يكون هناك أنموذجا في داخل الأسرة، أن يكون هناك بناء، طريق أن يكون هناك أنموذجا في داخل المدرسة، والثالث والأخطار، من هو الصديق؟ نعم الأصدقاء. الأصدقاء قالوا من هو الصديق السليم، وسألوا واحد قال الصداقة إن لو كنا إحنا ماشيين فوق جسر ولقيت واحد من أصحابي بده يقفز من الجسر، بنزل جراي بلف وبتلقى صديقي علشان ما أقعش على الأرض. جميل، تضحية. مش هذه الصداقة؟ نعم. طيب أنا لما بدي أكون المصدر الآخر الموجود، هذا صديقي اللي هو قاعد بيدعمني الآن، بيسأل عني وبسأل عنه، إذا وقعت مشكلة أكاديمية بيسأل عني وبسأل عنه، علاقتنا بمحبة، علاقتنا قائمة ليست على مصلحة أو منفعة الموجود، صارت هذه أنماط علائقية قائمة على الحب والود والإرتاح وليست النفعية، لأن النفعية قاتلة للصحة النفسية. فصار عندي أنموذج في البيت، أنموذج في المدرسة ببنيني، أنموذج من الصداقة بمفهوم التضحية اللي أنا حكيتها، صار في عندي إنسان أعطاني كل هذه المقومات، فصار عندي أنا انبنيت تدريجيا خلال المرحلة الموجود فيها بمجموعة من البالونات الحبية الودية اللي والله لو يجي العالم كله يقيمني ينتزعها مني ما نقصت في نفسي، أنا متيقن منها وعارف إن هذه الطريقة الأسلم. يعني ربما هي قضية برضو التوازن بين الاحتياجات وبين يعني الحرمان والإشباع، ما يكونش برضو كمان يعني الدلال الزايد والحب الزايد لا سمح الله ممكن يأثر تأثير سلبي، فإحنا القضية بحاجة لتوازن، يعني نقطة التوازن في جرعات يعني من الحنان، جرعات من زي ما قلنا الأول ضربه، ضربه لا إفراط ولا تفريط، الثاني موجود. ولذلك بنقولهم يا جماعة والله في بعض مرات أحيانا أنا بشوفهم من بعض ظرف الحياة إنه بعض الأهالي لو يصح لهم باص المدرسة، باص المدرسة يطلع على الشقة اللي ساكن فيها الولد، شوف الشقة والله ما بأصروا إنه يأخذ موجود، هذول شو بيطلعوا؟ صيصان؟ صيصان بيطلع موجود. أنا لا بدي الحماية الزائدة والدلال الزائد عشان ما يطلعش عندنا المجتمع، وهذا من بيطلع هذا عليل الصحة النفسية رغم إنه فلوسه متوفرة وباص المدرسة لو بيطلع، والأولان الذي عوقب برضو ما عندهش الصحة النفسية أو عنده معاناة من الصحة النفسية، النمطين مرفوضين. فالإشباع المتوازن يعني. أعطي بالقدر وأخذ بقدر، أربي بقدر، ونقطة التوازن ضمن الإشباع المنضبط بيعطيني الجو الانفعالي المطلوب لدى أبنائنا. قبل قليل دكتور أشرت لي قبل الهواء أنه في موضوع الأب له أصناف، الأب المحارب أو الأب الأب يعني هذا الأب الذي ما هو يمكن أثره شخصيته على أبنائه لما يكون بهذا الشخصية أو بهذه الصفة. الأب المحارب، الأب المحارب، والأب الثاني اللي قلنا الغائب، هاي وفي عنا الأب الطفل تاع الحماية الزائد اللي جبنا موجود، هذول الثلاثة هذول بيعطوني بيقذفوا للمجتمع. النوع الأول بيقذفوا للمنحرفين لما يكون محارب، الأب المحارب يعطيني منحرف، ليش؟ ممنوع معنف وممنوع وعنف، يعني بيقدر يمنع عني الفيسبوك وبيقدر يمنع عني النت وبيقدر يمنع، بروح عند صديقي بشوفه موجود منع كثرته بزياده، عقاب وخاصه في الوقت الحاضر التكنولوجيا متوفره في كل مكان. صحيح. طب مين احسن؟ انا هذه المراقبه البوليسيه والعقاب البوليسي
والمراقبة الأريحية والتعليم الأريح المبني على الخلق والأدب والدم والاقتناع متابعة يعني والمتابعة نعم. ولذلك أستاذتنا الفاضلة ما بعرف إن ضل بعض الوقت معنا بس في وقت إنه نأخذ اتصال يعني اتصال. لكن نكمل إن شاء الله. معنا الأخ محمد ربابعة من عجلون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. والله بدي أسأل الدكتور سؤال. تفضل بسمعك دكتور. يعني في ظل دكتور الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بس الصوت شوي أعلى. الصوت نعم. في ظل يعني بعض أو الأمور التي تأخذ الجانب في تربية الطفل غير الوالدين والمدرسة والصديق. منها مثلا التلفاز وافلام الكبار اللي تقريبا 99% منها عنف، والطفل يعني من سن مبكر الى سن المراهقه وهو يعني ياخذ جرعات عاليه من العنف من افلام الكرتون التي يعني يكون لصيق بها. كيف نستطيع ان نصنع صحه نفسيه عند الطفل ونعالج هذا الخلل؟ نعم. إذن أستاذ محمد ربابعة نشكرك هذا السؤال وإن شاء الله رح يجيب عليك الدكتور إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. هو الموضوع اللي كنا بدي أتحدث عنه شوية. في إحدى الإذاعات المحلية إذاعة حياة إفهم تحديدا بيجين واحد نتحدث عن هذا الموضوع اللي بحكي عنه الأستاذ محمد مشكورا. بقول أنا ابني في الصف الثالث يعني 9 سنوات براسل على الفيسبوك وهي قصص حب وغرام وعشق ومش عارف صور مع بنت صفه الصف الثالث هذه الام بتحكي على الهوى ومع بنت صفه بتقول انا الام حكيت مع ام البنت نقولها يا ام فلان خلينا نحط ضوابط لاولادنا علشان نمنع هذا الجانب التكنولوجي. صحيح. بتقول لي شو قالت لها ام البنت وهذا هو النمذج اللي احنا بنخاف منه من سوء الصحه النفسيه. يا ام فلان بدك الزمن اللي عشناه نعيشه لأولادنا؟ بدك الزمن عشناه يعني مسموحة لأن هذه ثقافة وحضارة متطورة. هذه أم يعني أنا كان جواب مباشرة بقول للأستاذ محمد الآن مباشرة الجواب. لما أحس أنا بالنسبة لأسرة في ناس معينين بدهم يسووا لي يضربوا الصحة النفسية لأبنائي وهذا الشكل بقيم سد عنهم حتى ولو كان أخي وأختي. صحيح. الآن بالنسبة كمان الجانب التكنولوجي الموجود أنا ببرمج الموضوعات اللي بدي يشوفها فيها أبنائي وبناتي بحسب مراحل عمرية ببرمجهم. أنت بترصد أولا شو البرامج اللي بتجي على التلفزيون على المحطات الفضائية ومعروفة وإلها برنامج معين اللي بتحس إنه هذه ممكن تعطينا الجوانب اللي بنتحدث عنها بتقتل الصحة النفسية بس بطريقة فنية وحلوة وجميلة أسلوب إقناعي بتجنمه فيه. أما لو سويت المراقبة بشاهده من برا ونشوف بديل يعني نشاهد وبالعكس نعم وممكن نشتري سيديهات اللي أنا ما أكترها ويحضر معاهم ويشوف الجو ويبين له الخطورة. صحيح. الموجودة. وذلك أستاذتنا الفاضلة في الصف الثالث رابع الأساسي لما يفوت الولد بده يستحي مين بتحممه؟ امه. مزبوط. صح؟ امه. شوف احد الاخطاء الشائعة اللي احنا بدنا نعلم فيها ابنائنا الصحة النفسية خطأ او صح. نعم. الولد لما يفوت يعني ما الموقف لابد اتحدث عنه وليس فيه عيبا. بتجرد من ملابسه. زي ما بيسأل ابني لايش؟ بنقول له بنسمع عيني منخاري مش بيسأل كل شيء؟ ويسأل عن اعضاء التناسلية. شو تقول شو امه شو بتجاوبه؟ البعض بضربه كفين وهو في الحمام بيخلع اخرته. طب احنا بنقولها يا بنت الناس مش في طريقه اقناعيه حلوه اكثر عشان نتجنب الجانب هذا الصحه النفسيه؟ قال ايش؟ قلت له في طريقه وفي ديننا موجوده. حبيبي هيت انا بدي اجاوبه. بنشرب ميه. الجسم بياخذ الميه الكويسه، الميه اللي مش منيحه بدها تطلع. صحيح. بناكل. الأكل المنيح بياخد الجسم، الأكل المش منيح بده يطلع. هاي وهاي عشان ربنا سبحانه وتعالى خلق عشان تطلع المية الوسخة والأكل الوسخ ونصير جسم منيح. نعم. الولد انبنى من الناحية الصحية وعرف كيف يأكل ويشرب وأسلوب علمي وانبنى من الجانب الوجداني الانفعالي. نعم.
بنيت صحة انفعالية. هدول هم على كبر الذين لا يمارسون العادة السرية ولا يمارسون الجوانب اللي بتأدي إلى مشكلات في الصحة النفسية، لأن كلها بتأثر على الجسم والجسم بأثر على الأمور. عرفوا وأدركوا الصحية وعرفوا الخطورة. تمام. ولذلك هذه الوسائل اللي إحنا موجود نجيب عن الطالب يا أبي يا أم يا معلم، نجيب عن أسئلته بالأسلوب العلمي المقبول. وبالنسبة لبرامج الإذاعة والتلفزيون والتكنولوجيا لا نرفضها، إنما نهذبها وننظمها ونقنع أبنائنا لهذه الخطورة المعينة. يعني دكتور إحنا نلخص الحالة كلها هي أن لا يكون يعني جو الأهل بعيد وبمعزل عن جو الأبناء. نعم. تكون منظومة متكاملة، يعني نعيش أجواء أبنائنا، نعيش اهتماماتهم، نعيش مشاكلهم، نحترم إرادتهم وحريتهم. تمام. لكن كما قلنا بالمتابعة والإدراك بالمشاركة بالحب. تمام. بالعطف بالمعاني الجميلة كثير أكيد. جميل بعض مرات تلاقي بعض مرات في الحدائق وبعض مرات الزفيف، والله حتى في الغرف اللي فيها شقق مغلقة هاي. نعم. بعد ما تغدوا الأولاد وقعد موجود، إجا الأب أو الأم جاب الفوتبول البلاستيكي الخفيف. نعم. وقف الزوج والزوجة والولد أو البنت. نعم. صار يرمي على أمه والأم ترمي يعني بيلعبوا بطريقة موجودة. هذه المشاركة الألعاب أحد وسائل التي تعطي الصحة النفسية للطفل. جميل. وأولى بناء الجانب النفسي المريح لأبنائنا. نعم. الولد الآن بابا بيلعب، ماما بتلعب، بعدين الابتسامة على وجه أمه والابتسامة على وجه أبوه، هو مبتسم. نعم. والولد بيعطي للأم وبموجود. سؤال الآن وين المشكلة؟ يعني وين في أي في ديننا في حياتنا الاجتماعية وين الإشكال فيه؟ أبدا بالعكس. جميل. هذا الولد بيطلع. نعم. بيعرف إنه والله بعديها لما يطلع من الموجود ما بيصدق هو يرجع على البيت. نعم. كيف بدنا نعرف الولد مرتاح نفسيا؟ نعم. إذا كان في المدرسة والشغل ما صدق الشغل يخلص ويرجع. نعم. على البيت، ففي بيته ناس بيستقبلوه بوجه باش. صحيح. مريحينه. صحيح. وإذا صبح تاني مصبح بدي يروح. نعم. عند ماما فلان المعلمة، ماما فلان. نعم. المعلمة، وحاسس بشغف وبدي يروح، بنقول والله المدرسة عم بتريحه. نعم. نفسيا. دكتور فعلا يعني قيبر إحنا أكيد الحديث طويل ومشيق فعلا. نعم. وإحنا نشكرك على هاي الدقائق اللي أعطتنا إياها وهذه المعاني اللي بتمنى إن شاء الله المشاهدين استفادوا منها في تقييم علاقتهم مع أبنائهم وإعادة صياغة العلاقة بين الأباء. نعم. والأمهات والأبناء. وإن شاء الله حيكون باللقاءات نحكي أكيد للمشاهدين أنه حتى عن الصحة النفسية ليست فقط مقتصرة على الفئة العمرية الأقل في المراهقة، أيضا للشباب، لكذلك العلاقة الصحة النفسية بين الأزواج. فإن شاء الله حيكون سلسلة يعني قريبا بإذن الله حول الحديث عن هذا الموضوع. مشكرك باسم المشاهدين لك. ومشكرك. شكرا. على هذه الدقائق، وأتمنى إن شاء الله دوما أن تكون حياتنا الأفضل مع أبنائنا. أنا وياك والمسلمين. نعم. جميعا المشاهدين أكيد يعني لا نضيف كثير على كلام الدكتور، إنما هي كما قلنا إعادة صياغة، إعادة بناء، إعادة علاقة جميلة وسوية حتى تكون صحة أبنائنا نفسيا صحة إيجابية وتكون أثرها كبير جدا على شخصياتهم في المستقبل. تابعونا بعد الفاصل مع فقرتنا مع الأستاذ أمن إبراهيم أخصائية التغذية، حديثنا عن أكلات الخريف، خليكم معنا. الله أقام سماء بنى الأكوان وضع الميزان وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى Thank you.
القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة القمر تسابقه الشمس ولا تتخطاه يختلف النهر مع البحر ويهوى لقياه قام الميزان فما أرقى قانون الله عدل إحسان يتنامى وبناء حياة بحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان ببيوت أقوى بنيانا وضع الميزان ميزان ميزان أكثر إيمانا ورضا وأمان أمان أمان أقوى بنيانا وضع الميزان بشر ننتشر بهذه الأرض لنا أدوار كل يسره الله لأمر في الأقدار نتكامل فيما نحسنه والحب شعار نبني للأمة نهضتها والمجد قرار بشر ننتشر بهذه الأرض لنا أدوار كل يسره الله لأمر في الأقدار نتكامل فيما نحسنه والحب شعار نبني للأمة نهضتها والمجد قرار لحياة أكثر إيمانا ورضا وأمان لبيوت أقوى بنيانا وضع الميزان مدارس أكاديمية الرواد الدولية رسالتنا تقديم خدمة تربوية وتعليم متميز أحدث الوسائل التقنية والأنشطة الفعالة في بيئة آمنة إعداد جيل مؤمن ومبدع ومفكر نافع لنفسه ووطنه 10 سنوات من العطاء والتميز مدارس أكاديمية الرواد الدولية
رواد التغيير. اهلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد، ومعكم الان احنا باخر فقراتنا لليوم لبرنامج بيتكم عامر. على ذوقكم اليوم عن اكلات الخريف، واحنا الان في فصل الخريف وتكثر اشكاليات وربما تكثر اشياء المتعلقه فيه من اكل ومن اجواء. بنرحب بهاي الفقره وعلى الهواء مباشره باخصائيه التغذيه وزميلتنا الان اصبحت زميلتنا دوما مع امنه ابراهيم. اهلا وسهلا فيكي معنا امنه. اهلا فيكي سلام. اهلا وسهلا. واليوم ان شاء الله رح يكون موضوعنا شيق كثير للمشاهدين. حتقدمي لنا ايش اليوم امنه؟ احنا اليوم في نصادف اجواء الخريف وفصل الخريف. اليوم بانه رح نحكي عن الخريف، رح نحكي عن اكل الخريف وعن بعض انواع الاكل يفضل نتجنبها فتره الخريف عشان الناس بتعاني من حساسيه، بتعاني من مشاكل صحيه بهاي الفتره. طب تمام، احنا اكيد راح يكون شيء حوار شيق ومستنى تحكي لنا هاي المعلومات. بس مشاهدينا بعد هذا الفاصل بنكمل معكم فقرتنا مع آمنة، خليكم معنا. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أطقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-3951. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. مدارس الحصاد التربوي، توسعة ومبان جديدة، الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية، الأولى في تحفيظ القرآن الكريم، الأولى على الوطن العربي في مسابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتكس، تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE، شارع المطار خلف جامعة البتراء، هاتف 4358.
تفضلي آمنة. بالنسبة لموضوع اليوم زي ما حكينا سلام، اليوم رح نحكي عن أكل الخريف. نعم. طبعا معروف أكل الخريف تبدأ تنزل فيه أصناف معينة. نعم. من ضمنها التفاح الأخضر، عندك بينزل بعدين عندنا البطاطا، الملفوف، السبانخ، الكاكا أو فينا نسميها خرمة، في عندك كمان أنواع من الفواكه كمان تانية بتنزل بهاي الفترة، وتبدأ طبعا تنزل الحمضيات تدريجيا لأنه إحنا عنا بهاي الفترة الإنسان بيكون استعدادا لمرحلة الشتاء، فهو بدأ يخزن طاقة لمرحلة الشتاء، فبتغير عنا الجو، بيصير بالنهار دافي بالليل بارد، وبحاجة يمكن لهاي المأكولات، بحاجة لهاي المأكولات لأن فيها نسبة كربوهيدرات عالية وبتعطينا طاقة. نعم. بتعطينا طاقة، عشان هيك إحنا بنفضل حتى نوعية الطبخ تتغير بهاي الفترة. كيف يعني ممكن؟ نتجنب الأكل الني، يعني السلطات، الفواكه نية يفضل نتجنبها، يفضل كل أكل يكون مطبوخ. أكلات صيفية بتحسيها أكثر هاي. هاي الأكلات الصيفية بتعطي طاقة باردة، لأنه إحنا هلا بحاجة لطاقة تعطينا أكل فيه طاقة دافية مستمرة بنسميها. جميل. فهي بتحتوي طبعاً غالباً على الكربوهيدرات، النشويات بتكون أكثر، نفس الوقت كمان بتعطينا دفع نوعاً ما نسبي خاصة فترة المساء. فمشان هيك الأكل يفضل يكون كله مطبوخ على نار هادية أو بطنجرة الضغط. جميل. فهذه هي تعتبر من ضمن أكلات الخريف. هلا الخريف هو استعداد للشتاء. نعم. فمشان هيك احنا مثلا بيبدأ ينزل الملفوف، بصير ناكل ورق ملفوف، صح؟ بصير ناكل سبانخ، برضه بيعطي طاقة، بيعطي دفى. بعدين عندنا مشاكل مرضية بهاي الفترة تتعلق بمرحلة انتقالية بنسميها. بالضبط، هي احنا بنعاني منها هلا. صحيح. اللي هي الحساسية، أهم شيء. حساسية، صحيح. الكل بيعاني حاليا من الحساسية لأنه بهاي الفترة بتضعف عندنا طاقة الرئة بنسميها. طب هلأ. في بعض الأكلات اللي ممكن يعني تساعد في تخفيف الحساسية، كون احنا صراحة بنعاني منها شايفينها. هلا الاكلات اللي لازم نتجنبها بنسميها بهاي المرحله الحليب ومشتقاته. لانه الحليب ومشتقاته للاسف بيعمل عندنا مشكله، بينتج بلغم بالجسم، والبلغم بضعف المناعه كمان بالجسم، وبقدي دائما نضلنا مرشحين، دائما عندنا مشاكل بالجهاز التنفسي. هو دائما بتعرف بتحسي مرات امنه انه الواحد بفكر حاله مفلوز او انه لوزه نازله او الحل عنده التهاب بالحلق. صح. بس بتكون مرات اعراض حساسيه، فبتعرفيش كيف الفرق بين الحساسيه واعراضها وبين الحاله اللي انت فيها. يمكن انا عم بتحكي عنه. هلا اجمالا الحساسيه بهاي الموسم بتتعلق بشقين، شق جلدي بنسميه، والثاني جهاز التنفسي، احمرار العينين، عندك سيلان بالانف، بدون وجود التهاب او احتقان في الحلق. هذه هي تعتبر حساسيه فتره الانتقاليه الموسميه بين الخريف والربيع تعتبر. لانه كمان انت كمان عفوا تنسيش انه كمان في فتره انه هلا في عندنا بعض انواع بذور اللقاح تكون تنتقل بالهواء، فمنحس في وجودها، بتحس انه الجو مغبر، الجو مش رايق بهاي الفتره، بالاضافه للغبر طبعا والتلوث. والاكل برضه كمان بيساعد على انه اما تزيد الحساسيه او انها تقل او تقللها. فالاكلات طيب اللي ممكن نتجنبها غير الحليب، يعني ممكن واحد يبدا يعني الحليب والفواكه والخضار الطازه الفريش تتاكل. بالله الفواكه بتعمل؟ نعم بتساعد، لانه هاي المواد كلها بتنتج طاقه بارده وبتنتج بلغم بالجسم، والبلغم بيأثر عنا انه بضلك مرشحه وبنفس الوقت بيضعف المناعه. فمشان هيك فاحنا بحاجه لنقوي المناعه مش نضعفها. فالمناعه عشان تقوى بهاي الفتره بدها اكل مطبوخ، طبخ على الهادي بنسميه نوعا ما، او بطنجره الضغط، لانه تكون في طاقه اكثر، في طاقه اكثر. مشان هيك نتجنب قدر الامكان الفواكه الفريش، يعني ممكن تنعمل على شكل مخبوزات مثل الابل باي او فطيره التفاح، او ممكن يعني بطريقه غير مباشره تكون متعرض للحراره نوعا ما. فهي من الشغلات الكتير مهمة احنا بنعتبرها فترة الخريف. هلا فترة الخريف هي استعدادك لتأول مناعة لأي فترة، لفترة الشتاء. جميل. إذا مناعتك كانت ضعيفة بالخريف وما قوتيها، فأنت طبعا حتضمني أن الشتوية حتقضيها مريضة. جميل. مش بس حساسية، أمراض أخرى تانية تتعلق في المناعة. نعم. كمان في شغلة تانية بدي أحكي لك عنها سلام، اللي هي حساسية الجلد. في ناس بتقولك إنه إيش معنى بهاي الفترة بتصير عندهم حساسية بالجلد أو حكة أو احمرار. في ناس تظهر عنده كمان أعراض الفنجس أو الفطريات بنسميها بهذا الموسم، هي موسمها للانتشار. فلازم الناس تنتبه لهذا الموضوع. طبعا احنا بنتمنى نستقبل اتصالات المشاهدين حول هاي الفقرة، وبنترككم اكيد مشاهدينا مع آمنة تعطيكم النصائح الان اللي هي بهاي الفترة، وبالاكلات اللي ممكن احنا نتعود عليها ونتابعها خلال فترة الخريف. اذا آمنة تركك الان مع المشاهدين بالنصائح اللي حتعطيهم اياها ان شاء الله بهاي الفقرة. تفضل. اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المشاهدين. هلا راح نحكي لكم بعض النصائح المهمه اللي لازم تتبعوها بهاي الفتره اللي هي المرحله الانتقاليه فتره الخريف. هلا انا حكيت انا وسلام قبل شوي عن بعض الاساسيات، من ضمنها لازم نركز على نوعيه الاكل اللي لازم يقدم للاطفال وللكبار لتجنب الحساسيه ومشاكلها. هلا من ضمن هاي الاكلات زي ما حكينا لازم الاكل يكون مطبوخ على الهادي او بطنجره الضغط، لانه الجسم بحاجه لطاقه دافيه مستمره. ثاني شغله نركز على الورقيات الخضراء اللي بتشبه الرئه مثل الملفوف. لاحظوا انه ورقه الملفوف سبحان الله شكلها بيشبه الرئه،
شكل او تشعبها مش بهالرئة. نفس الشيء عندك السبانخ، عندك برضو فيه انواع تانية من السلة، ورق لسان، في كتير انواع ورقيات خضراء تظهر بهذا الموسم، وهي الورقيات الخضراء كتير مفيدة لتعزز عندنا جهاز المناعة والجهاز التنفسي بشكل خاص. كمان في عندنا شغلة تانية بالنسبة كمان حكينا احنا هلا عن بعض الانواع نتجنبها، اللي هي يفضل نتجنبها، اللي هي الحليب، الحليب، الجبنة، اللبنة، جميع مشتقات الحليب هي موجودة بربنا، يعني خلقنا بتوازن بيئي وكوني، فهي بتطلع بفترة الربيع والصيف، لكن فترة الخريف والشتاء ما إلها وجود مفروض. لكن بتعرفوا بالنسبة للإنتاج هلا صار طول السنة موجود الحليب، لكن أنا بفضل كأخصائية وبنصحكم أن تتجنبوا الحليب فترة الخريف والشتاء عشان نقلل من أمراضنا ونعزز جهاز المناعة ونقوي، لأنه الحليب للأسف بينتج مواد بلغمية بالجسم، وهي المواد البلغمية بالجسم تضعف جسمنا وبنفس الوقت بتضعف المناعة وبتخلي عنا إنتاج البلغم دائم ومستمر، فبضل الطفل مش مريض لكن مرشح، عنده سيلان بالأنف، بتقولي مرشح طول الشتوية أو طول فترة الخريف، ليش؟ ما بنعرف ليش هو مرشح، بس هو مرشح لأنه جسمه عم ياخد قاعدة مادة لا تتناسب مع وضعه حاليا، فبتنتج عنده هاي المادة البلغمية، فالجسم ما عنده حل يطلعها إلا بالرشح أو بالسعال مرات. فمشان هيك أنت بدك تتجنبي بذات الأم تتجنب هاي المشكلة مع أطفالها، خاصة بيروحوا على المدارس يتجنبوا هاي المشكلة، فلازم إنه يتجنبوا الحليب ويعطوا بدائل للحليب. هلا بتقولي لي حليب كالسيوم ومفيد والأطباء بنصحونا فيه، أنا معاكي، لكن عندنا بدائل ثانية صحية أفضل من الحليب وأسهل استخداما. عندك المكسرات بكل أنواعها تحتوي على الكالسيوم، يعني ممكن ياخد له 4-5 حبات لوز، كتير أفيد له أصلا من الحليب، لأنه اللوز والمكسرات إجمالا بتحتوي على عناصر غذائية كتير مفيدة، منها معادن، فيتامينات، منها بتحتوي كمان على بعض المكملات الغذائية الموجودة في اللوز مش موجودة بالحليب، إحنا بحاجة إلها. فمشان هيك ممكن تعطي مكسرات، عندك لوز، بذر السمسم كمان، السمسم، بذر الكتان، جميع البذور هاي كلها تحتوي على نسبة كالسيوم عالية. بعدين أنا بنصح ست البيت إنه ما تخاف، عم تقلق إنه أنا بخايف إنه الكالسيوم ينقص عنده عشان بده يكبر ابني بده كذا، بقولها لا لا تقلقي. هلا بالنسبه للكالسيوم، الكالسيوم موجود بجميع انواع الاكل اللي بناكله، موجود بالخبز، بالقمح، موجود بكل البقوليات، الفول، الفاصوليا، كل البقوليات اجمالا اللي احنا بناكلها تحتوي على كالسيوم، فما في قلق انه انت تعوض الكالسيوم بتعويض بطريقه امنه اكثر وما تعمل عندهم بلغم. فمشان هيك هلا بالنسبه لبديل الكالسيوم اعطيناكم بديل الكالسيوم. هلا اتي بالنسبه كمان نصيحه ثانيه، اللي بيعانوا من مشاكل جفاف بالبشره بهاي الفتره، بيعانوا مشاكل حساسيه، في ناس عندها اكزيما، في ناس عندها فنجس، فاللي عندهم هاي المشاكل بتظهر بالخريف بحده وبقوه لانه بهاي الفتره موسم انتشارها. فعشان هيك انا بنصح للسيده انه يحاولوا قدر الامكان انه يتجنبوا انه جفاف البشره، نسرين، مواد طبيعية مثل الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، زيت اللافندر، زيت اللوز، هاي المواد بتحافظ على الجلد انه ضل مرن، بتحافظ على نسبة السوائل فيه اكتر، وبنفس الوقت بتخلي الجسم اقل عرضة للاصابات بالفطريات او الفنجس او اي مشاكل تانية، مع النظافة طبعا، مع المحافظة على النظافة بهاي الفترة. كمان بالنسبة للجهاز التنفسي، في ناس كثير بتعاني من مشكلة انه في بذور اللقاح حلاتي او الغبار اللقاح بنسميها بتكون في الجو، فبكون الجو مش صافي بكون هاي الفترة. فعشان هيك احنا بنقول لهم حاولوا قدر الامكان لما انتوا بتطلعوا برا المشوار مثلا، اذا عندكم مشكلة كثير صعبة بالنسبة لغبار اللقاح، انه تغطوا منطقة الانف والفم، تغطوها هلا، او ممكن اذا ما انه حاولوا قدر الامكان اذا ما بتقدروا ما تروحوا على اماكن فيها شجر كتير اذا عندكم هاي المشكله بكثره. بنحاول كمان نقول لهم كمان انه قدر الامكان لما تروحوا على البيت انه تاخذوا شاور سريع علشان تتخلصوا من اثار الغبار اللي التقطوها وانتم بمشواركم او انتم طالعين. كمان بالنسبه كمان بنحب نحكي لكم كمان كثروا هلا حاليا من اكل أكلات اللي فيها بطاطا مثلا، البطاطا كمان بتعطي طاقة دافية وتناسب هذا الجو. برضو في بسموها الخرمة أو بسموها الكاكا، الكاكا تعتبر هاي فواكه الخريف طبعا، هي والتفاح، التفاح كمان بالأخضر والأحمر بأنواعه يعتبر من فواكه الخريف لأنه هذا موسمه، موسم قطفه والتقاطه. كمان في عندك كثرة من الأكلات اللي مثل الملفوف، السبانخ، الفاصوليا الخضراء برضو هي موسمها حاليا. في عندكم كمان في أكلات تعتبر موسمها حاليا مثل اللهم صل على سيدنا محمد، كمان عندنا
بطاطا بانواعها قلت، والذره كمان الذره بتظهر كمان قريبا يعني خلال اسبوع بتبدا تظهر الذرايه. الذرايه برضو كتير مفيده، كمان الذره المسلوقه، ماء الذره المسلوق كمان جدا مفيد لانه بينشط عضله القلب وبقويها. كمان عندنا كمان في كمان عده انواع كثيره طبعا هلا حاليا مش خاطره على بالي بعتذر، لكن الرمان 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 بعتذر سلام نسيت. الرمان كمان من ضمن الشغلات اللي احنا هلا موسمها حاليا. طبعا الرمان يعتبر مضاد اكسده انتي توكسين، بقوي المعده، بقوي عندنا الجهاز المناعي، فكتير رائع انه احنا حاليا نستخدمه. فكمان يعني هاي من ضمن النصائح بقول لك يا سلام اللي لازم احنا نستخدمها بهاي الفتره كنوع من الوقايه لموسم الشتاء. جميل والله يعطيك العافيه، بالعكس اني استحضرت يعني نماذج كثير وكلمات كثير يعني واروع، فان شاء الله ربنا تكون يعني الساده المشاهدين استفادوا من هاي النصائح، ونتمنى ان شاء الله يمر فصل الخريف باقل الاضرار ويدخل فصل الشتاء ان شاء الله واحنا بصحه وعافيه ان شاء الله. بتمنى يستفاد منها. في اضافه ثانيه فيها امنه بهالفقره ولا هيك اتوقع كل العلاقه لها بالاكل؟ مبدئيا هاي كل اشياء يتعلق في حلقه اليوم، وبتمنى تكونوا استفدتوا اعزائنا المشاهدين. تمام يعطيك العافيه امنه، بنشكرك كثير على وجودك معنا، واحنا برضه بننوه لمشاهدينا انه ان شاء الله فقرات يعني على ذوقكم اغلبها راح تكون بالاستديو وتكون مباشر، واحنا بنستمتع دوما ونسعد بسمع اصواتكم. اللي عندها اي استفسار حول اي موضوع يتعلق في على ذوقكم سواء كان في اشغال يدويه او حتى في فقراتنا في التغذيه او غيرها، بتمنى نسمع اصواتكم وتواصلكم معنا. احنا لهون مشاهدينا بنكون انهينا فقرات برنامجنا اليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم هاي الفقرات، ودوما ان شاء الله نكون نقدم لكم كل ما هو فيه جديد وفي تجديد ومتعه ايضا وفائده، ونلقاكم غدا ان شاء الله على خير بحلقه جديده من بيتكم عامر، وبكم ومعكم دوما يحلو اللقاء، وبيتكم عامر بالخير والصحه والسعاده وهدات البال، في امان الله.